السلام عليكم، معكم اخوكم علي حسين من قناه ايتونز كيو 8. اليوم راح نتكلم عن جهاز الواوي ميت 30 برو. راح نفتح العلبه ونشوف شنو تحتوي على هذه العلبه، وراح نتكلم عن مواصفات هذا الجهاز. العلبه تحتوي على الجهاز وبلاك الشحن وكيبل الشحن يو اس بي اي الى اليو اس بي سي والسماعه بمنفذ اليو اس بي سي، وكالعاده هواوي تحط لك كفر للجهاز داخل العلبه، فهذا الكفر تقدر تحمي جهازك فيه. هذه هي الأشياء اللي تحتوي عليها العلبة. خلينا نتكلم الحين عن مواصفات الجهاز. أول ميزة في هذا الجهاز المعالج. هواوي حطت لك المعالج الجديد في هذا الجهاز كرن 990 7 نانومتر اللي يدعم جميع الشبكات، يدعم شبكة 4G ويدعم شبكة 5G SA والNSA، وهذا المعالج أداء جبار بالألعاب وأيضا أداء ممتاز بالتصوير، خصوصا أن الجهاز يحتوي على 8 جيجا بايت رام، فهالشيء راح يحسن ويساعد في أداء الألعاب والتنقل بين التطبيقات وغيرها. والجهاز راح يتوفر بذاكرة تخزين 256 جيجا بايت مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية بنوع خاص من شركة هواوي اللي هو نانو ميموري، وهذا النانو ميموري يكون شكله نفس شكل السيم كارد أو شريحة الاتصال، فالجهاز يدعم شريحتين اتصال أو شريحة اتصال وذاكرة خارجية. نتكلم الحين عن الكاميرات، وهذا ايضا اللي يميز الجهاز بشكل كبير. عندنا اربع كاميرات خلفية، واحدة بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6 مع ميزة التثبيت البصري OIS، والعدسة الثانية تليفوتو عدسة زوم بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وايضا تحتوي على المثبت البصري OIS، والكاميرا الثالثة ألترا وايد عدسة واسعة جدا بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الرابعة والعدسة الرابعة فهي 3D TOF، وهذه الكاميرا تساعد في العزل إذا أنت تبي تصور البورتري، فتعطيك عزل بين الصورة وبين الهدف وتعطيك دقة في العزل. وطبعا كل هذه الكاميرات تدعم تقنية الـ AI Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، يعني إذا أنت جيت تصور أكل أو جيت تصور أشخاص أو جيت تصور منظر طبيعي، هو أوتوماتيكيا راح يتعرف على المنظر ويحول لك الإعدادات الخاصة في هذا التصوير، وأيضا إذا وجهته على منتجات أو سلع راح يعطيك هذه السلع وأسعارها وين المواقع اللي متوفرة فيها هذه المنتجات. وأداء الكاميرات في هذا الجهاز جبارة، مجرد ما تحط الكاميرا على الهدف يكون عندك المكان ظلمة، أنا مطفي كل الليتات مثل ما أنتم شايفين، مجرد ما تصور أنا ماني عارف شلون الكاميرا تتعرف على المنظر وتحط لك إضاءة وكل شيء، هذه ما لها علاقة بالتصوير الليلي مثل ما أنتم شايفين. حين ننتقل بالإعدادات ونروح على التصوير الليلي، إذا بتصور بالتصوير الليلي راح يكون بهذا الشكل، أما إذا أنت قاعد تصور بالتصوير العادي مجرد ما تصور حتى الإضاءة كانت منخفضة أو حتى لو ما عندك إضاءة تماما راح يطلع لك المنظر. أنا أتوقع هذا سحر، ما أدري شنو هواوي مسوين بهذا الجهاز اللي يطلع لك الدقة بهذا الشكل وما عندك أي إضاءة في المكان. هذا هو بخصوص تصوير الفوتوغراف. أما بخصوص تصوير الفيديو فعندنا تصوير فيديو بدقة 4K 60 إطار في الثانية و30 إطار في الثانية، والميزة الجبارة في هذا الجهاز أنه يدعم تصوير بطيء 256 مرة أبطأ من الواقع، يعني يصور لك 7680 إطار في الثانية، وهذا الشيء أنا ما شفته على ولا جهاز للحين، ما شفته على ولا تليفون مثل ما أنتم شايفين بهذا الفيديو. نتكلم الحين عن الكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية في هذا الجهاز بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 مع كاميرا 3D TOF، مثل ما قلنا هذه الكاميرا تساعد الكاميرا الأولى وتحسن في أداء العزل في الصور، إذا أنت بتصور سيلفي وتبي بورتري أو تبي عزل بينك وبين الخلفية فهذه الكاميرا راح تحسن من أداء العزل في هذا الجهاز. وايضا بفضل الكاميرا الاماميه عندنا ميزه التحكم بالايماءات، بدون ما تلمس الشاشه تحرك الشاشه لفوق او تحرك الشاشه لتحت او حتى تقدر تلتقط صوره للشاشه. اما بخصوص البطاريه فعندنا بطاريه جباره بهذا الجهاز بقوه 4500 ملي امبير، تعطيك اداء يومين متواصلين من العمل. انا جربت الجهاز، شحنته، لعبت العاب ودخلت السوشيال ميديا وايضا صورت في هذا الجهاز، اعطتني تقريبا يوم ونص او يوم وربع، لان انا استخدمت الجهاز بشكل كبير واستخدمت الاضاءه بشكل كبير، فعندي الجهاز اداءه جدا ممتاز من ناحيه البطاريه. وعندنا ميزة الشحن السريع سوبر تشارج 40 واط عن طريق الكيبل أو عن طريق الوايرلس 27 واط شحن سريع، وهذا أول مرة يكون متوفر في أجهزة هواوي شحن لاسلكي سريع بقوة 27 واط، وأيضا الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي العكسي أو الريفيرس وايرلس تشارجينج. أما الحين بخصوص الشاشة فاللي يميز هذا الجهاز أيضا الشاشة،
عندنا شاشة منحنية OLED بحجم 6.53 انش تقريبا تغطي واجهة الجهاز بالكامل ما عدا من الأعلى والأسفل، وهذول القطعتين أو هذول الحواف علشان يمسكون الشاشة على الجهاز. والأسبكت ريشو في الشاشة ممتاز جدا 18.5:9، يعطي الجهاز شكل طولي والعرض مناسب جدا إذا تبي تمسك الجهاز. وبما أن الشاشة منحنية في الحواف فواوي اشتغلت على هذا الانحناء لعشاق الألعاب، حطت لهم ميزة الـ R والـ L كأنك تستخدم الكنترول أو الجويستيك اللي موجود في البلاي ستيشن أو في الأكس بوكس، حطت لك زر الـ R وزر الـ L بحيث أنك أنت تقدر تضبطهم على أي لعبة أنت تبيها، مجرد ما أنك أنت تلعب اللعبة سواء أنت بتلعب ببجي أو تبتلعب مودرن كومبات فيرسز أو تبتلعب مودرن كومبات 5، تقدر أنك أنت تضبط الـ R والـ L بحيث أنك أنت تأيم أو تسوي الأيم أو تضبط الشوت عن طريق الـ R والـ L، فهذه ميزة جدا ممتازة وتميز هذا الجهاز. وعندنا أيضا ميزة الشاشة تلحق الوجه، إذا أنت منسدح الشاشة راح تلف معاك بدون ما تلمس الشاشة، وإذا أنت قاعد فالشاشة راح تكون معاك بالشكل الطولي بدون ما تلمس الشاشة، هي أوتوماتيكيا راح تتعرف على وجهك عن طريق الكاميرا الأمامية بحيث إذا أنت انسدحت راح تلف معاك وإذا قعدت راح تتعدل معاك. وايضا من الاشياء اللي تميز هذا الجهاز التصميم، تصميم الجهاز روعه، عندك جلد من الخلف وعندك الواجهه من الامام كلها شاشه، وحتى تصميم الكاميرا الخلفيه جدا ممتاز، شركه هواوي تعبت على تصميم هذا الجهاز، وحتى الزراير ما عندك ولا زر في الجهاز، مجرد زر واحد اللي هو زر التشغيل وايقاف الجهاز. اما بخصوص اذا بتعلي وتقصر على الصوت، مجرد ما تلمس الانحناء اما على اليسار بهذا الشكل تقصر وتعلي على الصوت، او تلمس على اليمين من الانحناء وتعلي وتقصر على الصوت بهذا الشكل. والحماية بهذا الجهاز اما عن طريق البصمة المدمجة بالشاشة او الفيس اي دي من الكاميرا الامامية. وايضا عندنا ميزة جديدة ضافتها هواوي اللي هو العرض الخاص AI، يمنع اي شخص من مشاهدة الاشعارات اللي توصلك للحفاظ على الخصوصية، يعني اذا رفيجك ماسك تليفونك ووصلك مسج ما راح يظهر له هذا المسج، راح يتعرف على وجهه ويدري ان هذا الشخص مو انت، فما راح يطلع له محتوى الرسالة ولا راح يبين له منو الشخص اللي داز له هذه الرسالة، وهذا ينطبق على الرسائل وينطبق على الاشعارات للتطبيقات الثانية. وعندنا نظام الصوت ستيريو، سماعتين، واحدة في اسفل الجهاز وواحدة في اعلى الجهاز مخفية اسفل الشاشة. الجهاز يحتوي على نظام تشغيل اندرويد 10، لكن ما في خدمات جوجل، ما في جوجل بلاي ستور ولا في اي تطبيق من شركة جوجل، لكن في طريقة ما وعلى مسؤوليتك تقدر تحمل الجوجل بلاي ستور، ومن جوجل بلاي ستور تقدر تحمل تطبيقات جوجل، جوجل ماب وغيرها من التطبيقات. وإذا أنت ما تبي هذه اللوية وما تبي هذا الإزعاج، تقدر من الأب جاليري الخاص لشركة هواوي تدخل على التطبيق وتدخل على هذا الخيار من البانر اللي فوق، راح تلاقي جميع التطبيقات اللي تستخدمها بشكل يومي، راح تلاقي الانستغرام، تويتر، سناب شات، ببجي وغيرها من التطبيقات اللي تستخدمها بشكل اليومي. هذا هو كل شيء بخصوص جهاز الهواوي ميت 30 برو. الجهاز ممتاز، أداءه ممتاز، القطع اللي فيه ممتازة، المواصفات مالته روعة، لكن لازم تعرف شغلة، مو كل شيء في الجهاز القطع اللي فيه، مو كل شيء مواصفات الجهاز. 50% يشكل من الجهاز المواصفات مالته من حيث القطع والهاردوير، و 50% تشكل من الجهاز اللي هو السوفتوير. مثل ما عندك هذا الجهاز، الجهاز ممتاز، كل شيء فيه ممتاز، لكن يشكل خطورة على الجهاز انه ما في خدمات جوجل اللي هو السوفتوير، ما في جوجل بلاي ستور، ما في تطبيقات جوجل، لكن هذه مو وايد مشكلة يعني تقدر تحلها، لكن لازم تعرف شغلة ان التوازن بالجهاز يكون بين القطع وبين السوفتوير. هذا هو كل شيء بخصوص جهاز الهواوي ميت 30 برو، ان شاء الله تنحل المشكلة بينهم بين هواوي وبين جوجل، وينزلوا لك ابديت او ينزلوا لك اي تحديث يخلي لك خدمات جوجل موجودة في هذا الجهاز ان شاء الله. هذا هو كل شيء بخصوص الجهاز، هذا هو شرح اليوم، اتمنى الجميع استفاد من هذا الشرح. اذا عجبكم هذا الشرح سووا لي لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسى تفعل خاصية الجرس حتى توصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. اتمنى اشوفكم في فيديو شرح ثاني، انا اخوكم علي حسين، فما الله.